شهدت تدريبات النادي العربي حضورا جماهيريا استعدادا لمواجهة الكويت في انطلاقة الأخضر في الدوري الممتاز. الجماهير العرباوية حضرت من أجل إيصال رسالة مفادها بأن حلاوة الدوري بالحضور الجماهيري مع تطبيق الاشتراطات الصحية التي حرصت جماهير الأخضر على تطبيقها. يأمل الأخضر أن يفتتح موسمه الكروي بحضور جماهيري مميز يدعم فيه من خلاله الفريق في مواجهة الأولى أمام الكويت يوم السبت القادم. عندنا هدفين من الرسالة هذه بنوصلها حق أشخاص معينين. أول هدف من الشيء اللي احنا سويناه عندنا رسالة حابين نوصلها لإخواننا وزارة الصحة وإخواننا الاتحاد الكويتي. والهدف الثاني من الشيء اللي احنا مسويناه أن الجمهور العربي تعود أنه يوقف مع فريقه بالخسارة قبل الفوز، وتعودنا على الحب والوفاء لهذا الكيان الكبير. فحبينا نوصل صوتنا اليوم من عندكم لاخواننا وزاره الصحه والاتحاد الكويتي بان يخلون الجماهير تحضر لو حتى بعدد قليل. ويعني انا الحين عندي سؤال بسيط، يعني الحين الملعب هذا يشيل اكثر من 20,000 متفرج او اكثر، زين شو يعني شو المشكله اذا انت مثلا خليت 2000 شخص يحضر داخل الملعب ويكون تباعد واشتراطات صحيه؟ الحين يعني المجمعات والمطاعم والمقاهي كلهم بطلة، يعني الناس قاعده تروح وترد شوي. الحمد لله الحياه انها ردت، يعني ما نقول مثل قبل طبيعيه، يعني بس الحمد لله شويه الحالات قامت تتغل وشوي شوي قمنا نرد يعني حق قبل واحسن ان شاء الله الرد. احنا نبي من الاتحاد انه يعطي اي مباراه ان كان عربي الكويت القادسيه، هذول عندهم جمهور لابد انه يفتح الحضور لهم. يعني ما يصير يعني احنا الحين ماكو شيء، يعني قاعد افتح المجال عطهم في عندك مثل ما تقول عندهم كشف حق الصحه، عندهم اذا في حراره. احنا نبي نوصل رساله حق الاتحاد والمجلس العرباوي قاعد يوصل انه كجمهور نادي العربي قاعد يحضر وقاعد يعطيك بالتنظيم. حرام اللي شباب قاعد يجون يبون يشوفون مباراه، يعني صارنا الحين 7 أشهر ما يصير، يعني يبون يشوفون مباراه، يعني اللي عنده واسطه يدش واللي ما عنده واسطه ما يدش. زعيم عرباوي رغم انف الحاقدين.